الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد مشاهدين الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها هو اللقاء يتجدد أسبوعيا معكم في برنامج السماحة ومع الشيخ الدكتور أحمد الحمادي، وأنا أسعد الناس بهذا اللقاء. وأنا أسعد أيضا. الله يسعدك شيخ أحمد. تكلمنا من قبل عن المساجد، وفي الحلقة الأخيرة تكلمنا يمكن عن شوي الجانب السيء للمساجد هناك وبعض المشاكل. اليوم نبي الحلول ونبي الجانب الإيجابي فيها شيخ. والله الحلول أن نبني مساجد. نعم. والله عز الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. والله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شوف، في بيوت أذن الله أن ترفع. إذا ما يمكن تبني مسجد في أي مكان إلا بإذن الله. هذا شيء. العجيب في إيطاليا، غير المسلمين طالبونا نحن بأن نقيم مساجد للمسلمين. بضرب مثال غير المسلمين. قابلت حبر يهودي، حبر يهودي حاقام يسمونه، فرحت له في كنيسة اليهودية أبدا، فطلع أصلا سمعت عنه، فقلت لازم أروح أشوفه فعلا. فقال: أنا أيد إقامة مسجد للمسلمين في هذه المدينة، ويطالب بقوة، يقول هذا حق من حقوقهم، والمركز الإسلامي مجاور لكنيسته اليهودية، طبعا مستأجر المركز، مستأجر. فقال: أنا طالب بإقامة مسجد كامل للمسلمين. هذا يهودي. أحد السياسيين في هو عمدة في صقلية. نعم. العجيب إيش أعطانا كنيسة، قال: خذوها حولوها مسجدا. شيخ الحمادي، الحلقة هذه بتكون شيقة. مشاهدين الكرام، خلنا نتابع وياكم هذه الحلقة. ظل نقص مكان مخصص للعبادة مشكلة قائمة بالنسبة للعديد من المسلمين في إيطاليا. نول من المخجل في بلد كهذه أن نكون مضطرين للجلوس في جراج، وهو ما يعتبر أفضل مسجد بهذه المدينة. في مدينة ألبينغا والتي تقع بعد المكان الذي أعيش فيه، لدينا مسجد بمساحة 37 مترا مربعا، وخلال شهر رمضان يشترك حوالي 400 شخص ليؤدوا الصلاة. ولقد قمنا برصد حالات أخرى، مساجد بنيت في مرفأ وفي جراج، يتم هذا تحت ظروف صعبة جدا، بالإضافة إلى بعض العوائق الحكومية، ولكني أثق بأن الأمور ستتحسن. المشاكل المتعلقة بإنشاء دور للعبادة وخصوصا المساجد في تصاعد مستمر في كافة أنحاء أوروبا وباتساع العالم الغربي كله، ولكن منذ وقت قريب بدأت بعض الأمور في التحرك باتجاه إيجابي، وهناك أناس من جاليات وعقائد مختلفة يلاحظون هذا التعنت ويأتون ليقفوا مع المسلمين على أرض واحدة من أجل دعم مطالبهم. جوزيف ليفي الحخام من فلورنسا واحد من أولئك الذين يحاربون من أجل هذا الحق الطبيعي للمسلمين. سمعت أنك تدعم بناء مسجد للمسلمين هنا، هل هذا صحيح؟ طبعا وبكل تأكيد، كل إنسان متدين له الحق الكامل في أن يصلي، وهو حق طبيعي. إنه حقا موقف جيد منك. شكرا لك، ولكنه
أمر طبيعي. إنني أقول لأصدقائي من المسلمين مازحا معهم عندما يتطرق الحوار بنا إلى هذا الموضوع المعقد بأنه علينا الانتظار لخمسمائة سنة، فربما بعد خمسمائة سنة سيأتي عليكم الدور في نهاية الأمر، لأن اندماجهم يأخذ وقتا طويلا ويتطلب مهاما معقدة، وهناك مقاومة من المجتمع المحلي لهم، ونحن عانينا هذا الأمر لسنوات طويلة فيما مضى. وهناك ملاحظة، وهي أن الأمر يأخذ وقتا، ولكنه مثل ما حدث لنا بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أننا اليوم على علاقة جيدة بالمجتمع المحلي. المادة الثامنة واحدة من المبادئ الموجودة في الدستور الداخلي، تنص على أن الدولة ملزمة بمنح رخص موثقة لكافة الجاليات الدينية هنا في إيطاليا. وبعد التعاقد الأول الذي منح لأتباع المذهب الكاثوليكي والذي تم إعلانه رسميا بواسطة اتفاقية الجمهورية في سنة 1929 مع الكنيسة، ومنذ سنة 1970 أعطيت هذه التعاقدات للجالية العبرية، وكذلك منحت رخصاً وعقوداً لجاليات بروتستانتينية أخرى ثم تبعتها البوذية والهندوسية. وبالنسبة لتعاقد الجالية الإسلامية فإنه سيصدر عما قريب. ربما تتحرك القضية ببطء، ولكنها تمضي قدماً، والأصوات ترتفع من كل الأركان، إلا أن السيد أندريا غالو مطران مدينة جنوة صدم وسائل الإعلام المحلية الإيطالية بتصريحاته. لقد قلت مرة عديدة لبابا الكنيسة أن يكون حازما وواضحا في هذا الأمر، فالحقيقة المرة هي أن المسيحي الحقيقي لابد أن يكون محباً ومرحباً بالآخرين، وإلا سيختفي أبناء العقيدة الإبراهيمية من عندنا، والذين هم إخوة لنا وغير مسموح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحرية وحق بناء المساجد، وهو ما يتعارض حتى مع الحقوق المدنية والديمقراطية في هذه البلدة. هذا هو الوضع هنا في جينوفا لما يزيد عن 10 سنوات منذ أن بدأ إخوتنا من المسلمين بإحضار تصاميم مشروعهم وجمعوا الأموال وحصلوا على التصريح القانونية اللازمة لبناء المسجد. فلماذا لم تبدأ بعد عملية البناء إلى الآن؟ وأنا أذكر أنه منذ 4 سنوات مضت وفي عيد ميلادي 80 سألتني محطة إذاعية: هل ستحصل على أي هدية في عيد ميلادك؟ فأجبتهم نعم. فسألوني: وما هي أفضل هدية يمكنك أن تحصل عليها؟ فقلت: مسجد هنا في جينوفا. والخرائط الملاحية لمدينة جينوفا القديمة كانت تظهر 6 مساجد في المدينة، فكيف لنا أن نفقد كل هذا؟ إنه لأمر محزن ومؤلم جدا. المساجد خطيرة جدا بالنسبة لبلادنا، وذلك لأننا لازلنا إلى الآن لا نملك تنظيما كافيا لها، ونحن لا ندري بما يدور في داخلها، وبالتالي فإن مجتمعنا ليس آمنا. فبعض الأئمة لا يدعون للسلام والعدالة، إنهم إرهابيون وشخصيات سلبية، وينبغي علينا التخلص منهم وإبعادهم من مجتمعنا. والمواطنون الشبان من العرب الذين يواجهون الكثير من الصعوبات في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ينضمون للاشتراك في جماعات الجريمة المنظمة، ويقومون بتوجيه ضغائنهم وأحقادهم الدينية من أجل الانتقام من معارضيهم ممن هم في مثل أعمارهم. يجب غلق المساجد، وينبغي علينا أن نصدر قوانين صارمة لدعم توجيه الأئمة في إيطاليا. في سنة 2009 وصل رجل ليبي إلى معسكرات قاعدة في بياتسا ديلا بيروكيتي بهدف تفجير قاعدة سانتا باربرا بميلانو. إن هذا يصلح كمبرر قوي لمنع بناء مساجد جديدة للمسلمين في ميلانو،
ويجسد هذا مثالاً واضحاً جداً على سياسة الاستبعاد التي تنتهج. فالرجل الليبي ليس سوى مجرم مجنون وهو الآن في السجن، ولكن ما هي الصلة بين هذا الحادث وبين عمليات المنع لبناء المساجد؟ والحرية الدينية حق دستوري للمواطن، لذا فإنني لا أعرف لماذا ما زلنا نناقش إمكانية إنشاء مسجد آخر في ميلانو. وأريد أن أضع خطاً تحت ما قاله الكاردينال تيتا مانزي عندما قال إن المسلمين يحتاجون لمكان يصلون فيه. فالكاردينال الإيطالي للكنيسة الكاثوليكية في روما كان أول من قال بأن المسلمين في ميلانو يحتاجون لمسجد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومثال كبير على الاحتواء وسعة قبول وجود الآخر هو وجود مكبر للصوت فوق مسجد مزارة القرويين، مزارة ديلا فالو. وربما يكون هذا المسجد هو الوحيد في أوروبا كلها الذي يسمح له بذلك. المجتمع الإيطالي يرحب بالآخر بشكل كبير جداً. المجتمع الإيطالي مجتمع يرحب بالآخر، وهو مجتمع رائع وودود جدا، وأعتقد أن خبرات الجاليات الإسلامية هنا تؤيد هذا الانفتاح وتلك المودة أيضا. أما بالنسبة للشؤون والموضوعات العملية مثل موضوعات أماكن الإقامة والمعيشة وأماكن بناء المساجد، فنحن نتحدث عن مسألة بطيئة جدا وتحتاج منا لذكاء شديد للانتهاء منها وإغلاق هذه الموضوعات نهائيا. ولكن إن وضعنا قلوبنا مع الشعب الإيطالي، أو على الأقل مع الشعب الذي أعرفه وأحبه، فإننا سنجد فرصة حقيقية لفعل هذا. الحاخام جوزيف ليفي أكد أن الحوار المستمر والمتواصل يمكن أن يساعد في جعل القبول للآخر أمراً أكثر سهولة، بالرغم من أنه في أولبيا وهي بلدة في شمال غرب إيطاليا. وكما قال لنا المحافظ إنه على ما يبدو لديهم مشكلة مع الجالية المسلمة هناك، مشكلة عدم الاتفاق والوقوف على نفس الأرض، وكذلك عدم القدرة على الاندماج. الجالية الإسلامية ليست منظمة في عملها، وهي تركز على موضوعات الأعمال بشكل أكبر عن بقية موضوعات الحوار المجتمعية الأخرى، وللآن لم يبدأ بعد حوار حقيقي مع الحكومة، فلا يوجد قائد ولا حتى هيئة لتقوم بعمل تنسيق لهذه المسألة بحيث يمكنها أن تمثل الجالية والمجيء إلينا للحوار معنا حول مشاكلها وأولوياتها. كانت المحاولة الأولى في عام 1990، ثم في عام 1992، ثم في عام 1994، ولكن الخطوات المطلوبة لم تبدأ بعد، وأيضا لأن المؤسسات تتحدث عن موافقات من هيئات تمثلنا بصورة رسمية، وهو ما ليس موجودا لدينا هنا في إيطاليا. فلا يوجد لدينا سلطة رسمية تمثلنا، نحن ليس لدينا مؤسسة كالفاتيكان. لو نحن نظرنا إلى الدستور الإيطالي، الدستور الإيطالي يقول البند الثامن: الدولة الإيطالية تتعاقد مع الأقليات الدينية بحسب دساتيرها وليس بحسب اسم دينها. نحن لا نريد توحيد الجميع، نحن نريد توحيد من يؤمن بدساتير الدولة الإيطالية ويؤمن بدساتير الاتحاد التي أنشأها على أساس الإسلام الحقيقي والتي لا تتعارض مع الدستور الإيطالي. ولذلك هذه أن تتوحدوا أو ما تتوحدوا، هذا كلام لا أساس له ومردود على أصحابه.
أنا آمل حقا بالنسبة لجاليات المسلمين أن تنتظم لتتوحد، وبعد هذا تصبح قادرة على أن تساهم بتقديم من يمثلها أمام السلطات والحكومة. إذا تم هذا فإن الحكومة ستكون مضطرة لتقديم التصاريح والموافقات للتعاقدات اللازمة والمطلوبة. وقد حدث هذا بالفعل في مناطق أخرى من إيطاليا، فالمفترض أن تدعم الحكومة والمؤسسات الإيطالية حرية الممارسات الفردية للدين بالنسبة للأشخاص. عدد من القرارات القانونية قد تم تمريرها بواسطة الكيان الإداري التنفيذي والقضائي للدولة، بحيث أقرت بأنه لا حاجة لاستخراج تصريح لدار العبادة من أجل بنائها، لأن المساجد ليست أماكن للصلاة فقط. وبالرغم من ذلك فلا يزال هناك بعض الناس في إيطاليا لا يعتبرون الإسلام دينا، وهو ما يؤجج الصراع. ولكن هناك أيضا البعض ممن يقدرون ويحترمون الإسلام ووجود المسلمين بينهم. هذا البناء كان مدرسة مهجورة يسيطر عليه ويستخدمه مروج المخدرات، ولكن عندما انتقلت الجالية الإسلامية إلى هنا تحسنت الأمور كثيرا عما سبق بالنسبة لنا كجيران. السلطة المحلية قامت بدورها بالفعل في تقديم المساعدة للمسلمين ولجاليتهم المسلمة، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة المساجد. تسعى محافظة جبلينا لأن تكون بمثابة جسر مهما يصل ما بين أوروبا والعالم الإسلامي. في مثل هذه البرامج ومن أجل إجراء أفضل حوار ناجح بين الأديان، فإننا بالطبع سنأخذ في الاعتبار كل المناطق الممكنة والمنشآت التي يمكن أن تصلح كمساجد ومراكز ثقافية إسلامية ستخرج إلى النور. نحن نعطي للجالية المسلمة دعما كاملا خلال شهر رمضان، وكذا كل المناسبات الخاصة عندما يحتاجون للدعم وللمساعدة بشكل فعلي. فلا يوجد في المدينة إلى الآن مسجد كبير يسمح بإقامة مثل هذه الاحتفاليات. وأخيرا وليس آخرا، مع الجالية الإسلامية نحن لدينا العديد من العلاقات في المجالات الثقافية والتجارية، ولقد ناقشنا على المستوى الشعبي فعليا فكرة بناء مسجد، والجالية هنا تحظى بدعمنا التام وعلاقات جيدة ببقية الجاليات الأخرى. فشخص مهم في المجتمع كالإنسان المسلم لابد وأن يحظى بمكان لائق للتعبد ولأداء عباداته. إننا الآن في اجتماعاتنا لدينا محوران مهمان في مناقشتنا للموضوع. أحدهما لم يعد يمثل أي مشكلة، وهو ما يتعلق بقيام أعضاء الجالية المسلمة بتأسيس وإنشاء مركز ثقافي إسلامي في مبنى قاموا بتجهيزه تحت رعايتنا ودعمنا الكاملين. أما بالنسبة للأمر الثاني فلا يزال النقاش فيه مستمرا، وهو ما يتعلق باختيار وتحديد مساحة من الأرض تناسب بناء مسجد مناسب بمقاييس حديثة، وهو شيء اتفقنا عليه جميعا ونعمل على إنجازه وتنفيذه يدا بيد مع جميع ممثلي الجاليات الإسلامية المحلية من أجل الاتفاق على أفضل الأماكن بما يناسب الجميع ليقام عليه المسجد. نحن قمنا بمناقشة موضوع إنشاء مسجد بالفعل على النطاق المحلي، والجالية المسلمة تحظى بكامل دعمنا، ولكن هناك شرط أساسي لمناقشة موضوع المسجد الجديد محليا وعلى نطاق جماهيري، وهو أننا نريد أن تكون المسألة جماعية وبالمشاركة بين مختلف الطوائف، وأن يجلس الجميع معا على مائدة الحوار، وليس المسلمون فقط هم المطلوب منهم أن يكونوا موجودين كطرف مفرد، بل جميع المواطنين. إن معارضة عملية بناء المسجد موجودة بالفعل، نعم، ولكنها مسألة مفتعلة سياسيا
ولها تأثير محدود. دعونا نجلس سويا ونتناقش حول كل الأمور لنصل معا إلى حل يرضي جميع الأطراف. يجب أن يحظى المسلم بمكان أفضل لإقامة شعائره الدينية، إنه يستحق ذلك. عندما كنت محافظا في وقت سابق، قمت بمنح المسلمين كنيسة كانت تابعة للمذهب الكاثوليكي في الماضي ليستخدموها كمسجد، وكنت أتمنى أن تصل لهم رسالة بأنه هنا في باليرمو كانت في الثقافة القديمة تعرف بالمسجد الصغير، وكانوا يطلقون اسم المسجد الصغير على المعبد اليهودي الخاص بالطوائف اليهودية. كما أحب أن أذكرك أيضا بأنه في الماضي كان لدينا هنا في باليرمو 800 مسجد. نعم، لم يعد لدينا الآن مساجد إيطالية في واقع الأمر، ولكن ثقافة الناس وقدرتهم على الاستيعاب وإدراكهم بالآخر لم يتغير منذ ذلك الوقت، وهم يدركون أن الإسلام يتميز بثروات غنية ثقافيا وروحيا، وأنت لا يمكنك أن تسمع صوتا واحدا هنا يقف ضد المسلمين أو يرفض وجودهم في باليرمو، ولن تسمع مطلقا بصوت يعارض وجود المسلمين القادمين من سيسيليا. لا شك أن هناك بعض الأصوات المعارضة لهذا في إيطاليا نفسها، ولكننا وبمرور الوقت نحاول أن نقلل من عدد تلك الأصوات، لأننا نسعى وبكل جدية نشر عدوى الوئام بين الجميع ونقلها من سيسيليا إلى إيطاليا. هناك توجهات عديدة لصنع قوانين ضد ما نحن بصدده. الرابطة الشمالية تريد الاستمرار في سعيها والتقدم بطلب لبناء مسجد جديد، وهو عدم احترام لحرية العقيدة، وبناء دور للعبادة هو أحد المواد الأساسية في الدستور الإيطالي. نحن ندرك أهمية إيطاليا الجغرافية والاستراتيجية ومدى قيمة التواجد الثقافي الإسلامي في مثل هذه البلدة. وفي عام 1990، وعندما كنت أجوب بعض البلدان العربية، قلت متسائلا إن بناء مسجد في إيطاليا قد يتكلف ما يقارب 200,000 يورو، فأجابوني أن هذا المبلغ يمكنه أن يؤسس 10 مساجد في الهند، ولا يمكننا التشبيه بين الظروف هنا وهناك، فإيطاليا بمثابة جسر رئيسي بين شاطئي البحر المتوسط. وهناك جالية في إيطاليا يمكنها أن تكون من الأهمية البالغة بحيث لا يمكننا تجاهلها. شيخ أحمد، الحمد لله الحلقة هذه تبعث على الإيجابية والحياة، لكن ودنا نتكلم عن الدعم المالي، الدعم السياسي، الدعم الاجتماعي حق إخواننا هناك، هل هو موجود وكيف؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله في دعم مالي واجتماعي. كمثال يعني بعض الدول الخليجية وخاصة قطر تبنت عدة مراكز إسلامية. نحن في قطر الخيرية مثلا تبنينا عشرات المراكز الإسلامية، بعضها في طور التنفيذ وبعضها إن شاء الله في المستقبل يكتمل بناءها. على أي حال الحاجة ماسة لا شك، لكن الجهود المبذولة يعني لا تساوي الحاجة الماسة جدا. في مساجد أصلا كانت موجودة من أيام المسلمين الأوائل خاصة في صقلية، لكن أغلبها إما دمر أو حول إلى كنائس أو أشياء دنيوية. الآن الحمد لله في استعادة لبعض هذه المآثر وتحويلها إيش إلى مساجد كما كانت. نعم. في مشايخ يروحون هناك ويعطون جلوس. في بس قلة جدا، قلة قليلة جدا. ما في رمضان مثلا الجالية الإسلامية هناك فيما بينها يتحاططون ويسوون إفطار جماعي. هذه السنة أحد المحسنين كلمته فقال لا أنا سأتكفل ب 500 واحد. ما شاء الله. هذا واحد، لكن نريد صراحة المزيد، لأن الجالية المسلمة هناك فقيرة جدا من مختلف الجنسيات، فقر مدقع جدا والبطالة الآن على أشدها.
والأزمة المالية أيضا على شدها أثرت على الإيطاليين كذا، محتاجين الجانب المالي، محتاجين جدا، محتاجين الزيارة والتواصل وأوقات الدعم الاجتماعي. يعني لو ما تقدر تعطيني بزيارتك والاطمئنان، هي مجرد الزيارة تؤثر، لكن المشكلة يعني قليل من الدعاة من يذهب إلى هذه الديار. وفي جهود سياسية مبذولة، في جهود سياسية بين الدول، مثلا الدول الخليجية، لكن أيضا تتبنى بعض المشاريع باسم الدول وكذا، هذه كنواحي استثمارية. لكن احنا كنواحي مراكز إسلامية ما في إلا من أنذر النوادر صراحة. شيخ، المساجد القديمة اللي كانت على أيام الخلافة موجودة، وصول الإسلام موجودة، هذه في صقلية خاصة، لكن أكثرها طبعا كما قلت لك دمر، وما موجود إلا الموجود حاليا قليل جدا، وإما محول إلى كنائس أو مغلق في حالة في أغلبها هكذا. أغلبها طيب شيخ، مدام المساجد وصلت هناك وبعضها تحول كناس ودمر، لا شك أن أوروبا أو إيطاليا تحديدا استفادت كثيرا من العمارة الإسلامية ومن التصاميم الإسلامية. والزخرفة الإسلامية يعني لها بصمة واضحة لا تتشابه مع النماذج الأخرى. هذا إن شاء الله اللي بتابعه مع مشاهدين الكرام في الحلقة القادمة، بنشوف العمارة الإسلامية هل هي ما زالت موجودة حية في إيطاليا، هل انسجمت مع العمران الحديث ووضعت لها بصمة ثابتة على العمارة الحديثة، أم أنها شيء كان من الماضي طوى صفحته عليه. هذا ما سنراه في الحلقة المقبلة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.